نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 15 يوليو، نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. مبسوط أنا بصراحة بكم الناس اللي قاعدة عمالة بتشترك في مسابقتنا نجوم التاسعة. طبعا انتوا عارفين انه الاشتراك بيبقى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، صفحة الفيسبوك بتاعتنا هتلاقوها مكتوبة دلوقتي على الشاشة، اللي هي التاسعة على فيسبوك. ويمكن الآليات بتاعت الاشتراك سهلة، يعني سهلة جدا 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 جدا. هتغني، بتسجل لنفسك بالموبايل كده فيديو 2 دقيقة، بتكتب شعر، ابعت لنا 3 قطع شعرية من الشعر اللي انت شايف انك موهوب فيه، بتكتب قصة قصيرة هتكتبها تحولها PDF وتبعتها لنا برضو على نفس الصفحة الى اخره. اللي انا مبسوط بيه ان احنا بيجي لنا عدد كبير، وده معناه انه في ناس كتير في بلدنا شايفه نفسها موهوبه، وبالتاكيد هنلاقي فيهم في وسطهم ناس عندهم موهبه حقيقيه وهنلاقيهم كتار. تعالوا نشوف مع بعض من النماذج للولاد والبنات اللي اشتركوا معانا. صل يا ربي على المدثر مصطفاك الهاشمي الأنوار، صل يا ربي على المدثر مصطفاك الهاشمي الأنوار، رب بالمختار يسر زوراته كي أراه جالسا في الحضرات، رب بالمختار يسر زوراته كي أراه جالسا في الحضرات، زك سمعي بسماع الحضرات والمس الروضة وذاك المنبر، صل يا ربي على المدثر. يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، كلنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة، مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة، شعاونا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا انبتاتا عن الجذور، ألا نكرر بعضنا من الانتماء التجرد. وهكتب لي حروف اسمك، ما هو انت في قلبي سكن القلب، عارفة قصتي وحالي، ومين غيرك في قلب اكتب له مرسالي. أما بعد، مانيش عارف ده جوابي كام، ما عدتش بحسب الصفحات، ما عدتش بحسب الاقلام، ما عدتش بحسب اللي ضاع من الاوهام، كفاني بحبك بس، وقلبك لو بقلبي حاس او شاف حاله في بعادك
لصلى الرب واستغفر لذنبه وصام، ويا ما في نفسي يا ما 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 ويا ما في نفسي تيجي لقلبي وتحني، ولازم تعرفي اني لا انا عفريت ولا جني. كريم عبد الباسط ده تمام، عجبني بصراحة. يعني هذا الولد أو الشاب الصغير من الدقهلية حلو حلو. طيب بكلمك بجد حلو. يعني أتمنى 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 بجد إن أنا أشوفه في المسابقة ويوصل نهائي هو وشطرته. برافو يا عم كيمو. علي حدوتة بصرف النظر بقى بيغني، أنا ما أحكمش على الغنى، بس أنا اللي عجبني إنه في تاني الولاد والبنات رجعوا يهتموا بغنى الموال، مش إنها غنوة في المطلق وأي هنتريق. موال حلو. أخونا بتاع أسوان لذيذ بيغني في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف أنا اللي عجبني إيه بقى، وبالذات في الناس اللي بتغني، التنوع. يعني مش كله راح بحبك وبموت فيكي ومش قادر على بعدك خالص. يعني بيغنوا الغنى العادي وبيغنوا موال وبيغنوا في مدح النبي وما إلى ذلك. الشاعر لقيت عمي ولقيت فصحى ولقيت حر. حلو حلو. مش قلتلكوا دي مصر يا جدعان؟ 27 محافظة ب104، مصر اللي علمت العالم الإبداع. تقولي ما نعملهاش نجوم التاسعة؟ ده احنا نعمل نجوم التاسعة ونص، وهتشوفوا اللي هيوصلوا نهائي عاملين ازاي.